أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لإنسان لم يحج حجة الإسلام لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال وطلب منه شخص؟ يقول أحسن الله إليكم: لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال. السؤال من أوله. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لإنسان لم يحج حجة الإسلام لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال وطلب منه شخص أن يحج عنه وأنه يعطيه ما يكفيه لذهابه للحج؟ لا يجوز هذا، حتى يحج عن نفسه أولا، إذا حج عن نفسه يحج عن غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لا يجوز أن يحج عن غيره لا بمال ولا بغير مال، حتى يحج عن نفسه. نعم.